ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة؟ هذه رؤيا، رؤيا في المنام، هذه رؤيا في المنام، نعم، في أحسن صورة. والله يوصف بأن له صورة، قال خلق آدم على صورتي، في رواية على صورة الرحمن، يوصف جل وعلا بأن له صورة، لكن ليست كسائر الصور، كسائر صفاته تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، نعم.